السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنشوف إزاي نتعامل مع ملفات الأوتوكاد، سواء إن أنا أدخلها جوه الريفت أو إن أنا أصدرها من الريفت بحيث إن أي حد يفتح اللوح ويشتغل بيها على الأوتوكاد. ده على أساس إن إحنا ممكن يكون عندك مشاريع كتيرة معمولة أوتوكاد وأنت مش عايز تبدأ من الصفر، أو أنت خلصت شغل ريفت والراجل العميل عايز يشوف الحاجات دي على الأوتوكاد فهتبعت على الأوتوكاد. فأجي هنا إنسيرت بلاقي عندي حاجتين، لينك كاد وامبورت كاد. ايه الفرق بينهم؟ لينك كاد بيعمل لي ربط بين لوحه الاوتوكاد والشغل بتاعي، ربط من ناحيه واحده او حب من طرف تالت. يعني لو ملف الاوتوكاد اتغير هيتغير عندي في الريفت، تمام، هيظهر تاثير عندنا. بس لو انا غيرت في الريفت ملوش دعوه، لان انت اصلا مش من حاجه تغير في الاوتوكاد، بس ممكن تكون انت رسمت حيطان فهو مش هيحس بالحيطان ديت، وده منطقي، تمام. زي ما كنا بنعمل في الاوتوكاد كانوا بيسموها ايه، كان بيسموها تسحب لينك اكسترنال، تمام. في امبورت كاد باخد ملف الاوتوكاد ويبقى معايا، لو حصل اي حاجه في الملف هناك ماليش دعوه، لو هو اتلغى ماليش دعوه، تمام. طيب انا هقول له دلوقتي لينك كاد وابدا اشوف واشوف امتى استخدم ده وده. لينك كاد بستخدمها لو في بلان او سيكشن ممكن يتغير، انما الامبورت كاد دي حاجه ستاندرد وهتبقى حاجه موجوده معايا هنا في الريفت، تمام. اقول له انا عايز الملف دوت، تعالى نختار اي ملف، ماشي خلينا نختار الملف دوت. ده المسار لو حد عايز يشتغل على مشروع جاي مع الريفت، بدل ما تدور على مشروع في النت وما تلاقيش واحط لك ملفات تقول لك ده ملفات الورشه وما تلاقيش وبتاع، ففيك تروح لو انت عايز تتدرب ممكن تدخل على سي بروجرام فايل اوتوديسك ريفت 2014 او 13 او 15 الاصدار اللي انت عايزه، تمام. انا مش عايز اعقد حاجه، الموضوع اسهل من البساطه، احنا عايزين ناس تدوس في الريفت، تدوس في البيم ويسبقونا ويبقى احسن مننا وتعلم منهم. فما تعالش نفسك بان انا تقول انا معايا اصدار كذا، الجهاز بتاعي لو شغال على 2010 مفيش مشكله، لان هتلاقي اغلب الاوامر موجوده وتبقى قعدت ساعه واحده مثلا تعرف ايه الفرق بين 2010 و2014 و2015 وتلاقي الموضوع بسيط. في سيمبلز دي امثله، واول ما تدخل سيمبل هتلاقي المشاريع بتاعت الريفت تفتحها عادي، تمام. طيب انا اخترت الملف دوت، اول ما اخترته بيقول لي اختار انت عايز الالوان تتعكس ولا زي ما هي ولا بلاك اند وايت، لان الالوان في الاوتوكاد الخلفيه سودة، هنا الخلفيه بيضاء، تمام. الليرات عايز كل الليرات ولا الليرات الفيزيبل اللي ظاهرة ولا سبيسة فيه، تمام. الامبورت عايز بالمتر ولا بالمليمتر، اهو بقول له مثلا بالمتر، خلاه لا بالمشروع ده بالمليمتر حسب ما اتذكر يعني، تمام. انا صدرت اللوحة ديت للاوتوكاد، وهنعرف دلوقتي ان شاء الله في نفس الشريط الفيديو ازاي نصدر الاوتوكاد بالتفصيل، تمام. كارنت فيو اونلي، بقول له خلي دوت يظهر في الفيو ده بس، تمام، لان لو انا ما قلتلوش كده هيظهر في بقيه الفيوهات، هيظهر حتى لو في سيكشن او الفيشن هيظهر كخط، لان انا هيظهر معايا ان انا شايفه من ناحيه واحده، تمام. لو انت عندك حاجه الفيشن بتبقى واقف على الفيشن بس او في السيكشن بس وتقول له امبورت للحاجه اللي انت عايزها، تمام. هنا البوزيشن عايزه يبقى سنتر لوحه الاوتوكاد تنزل في سنتر الريفت، انا بفضل اورجنت اورجن لان دي ادق، اورجنت اورجن بشوف الزيرو زيرو هنا وينزلها هنا في الزيرو زيرو هنا، ده شيرد كوردينيشن، تمام. ده هنا مانيوال بيشوف لي نقطه الزيرو زيرو اللي موجوده في الاوتوكاد وانا بالماوس بحدد هتحط فين، ما بفضلش تراضي، انا افضل حاجه بالنسبه لي اورجنت اورجن، تمام. اوبن هيبدا يحط الملف هنا، عشان اخترت ان انا اختار الليرات بيقول اختار الليرات اللي تظهر او ما تظهرش، اوكي، تمام. لوحه الاوتوكاد بدات تيجي معايا، لو انت مش مصدق ممكن نعمل سيلكت، تمام، او نلغي اي حيطه عشان نشوفها نزلت ولا لا. هو جاز ربنا يديله الصحة، تمام. لو انا عملت سيلكت كده وعملت سيلكت بالماوس وقلت له فلتر بقى يظهر الحاجات، تمام. اقول له تشيك نان، دي لوحة الاوتوكاد، تعالى اقول له موف من هنا لهنا،
لما قلت له موف قال لي ده معمول له بن. يعني ايه بن؟ انا عشان اضمن ان انا ما احركش حاجه من غير ما اقصد بختار من هنا بن. هنشوفها تاني. تمام، قلت له موف قال لي لا مش هينفع. ففي عندي حاجه اسمها بن، ده بيثبت. بقول له ام بن وابدا احرك موف بالشكل دوت. في غلط انا عملته؟ لا. في كويس. دي كويس ان المشكلة دي حصلت عشان نشوفها مع بعض. اللي حصل ايه؟ هنا في حاجة معمولة اسمها كروب فيو. ايه كروب فيو ديت؟ كروب فيو مربع موجود هنا، اي حاجة بره مش هتشوفها. طيب ازاي نشرح الموضوع دوت؟ لو انا جيت هنا في ارتكشر وقلت له انا عايز ارسم وول، وقلت له ارسم من هنا لهنا، ايه اللي بيحصل؟ الحيطة اترسمت كلها بس اللي ظهر معايا الحتة دي بس والباقي مش ظاهر. طب انا عايز اشوف موضوع كروب فيو ده وامسحه واشيله. والموضوع دوت عندي الاتنين دول، ده مسؤول ان هو يظهر المربع. تمام، فمن خلال المربع ده بيظهر المقابل، ده ابدا اتحكم فيها بالشكل دوت. واقدر اقول له الغي موضوع الكروب فيو، انا عايز اشوف كل لوحه. فدي لوحه الاوتوكاد اللي احنا لسه منزلينها، وتقدر ترجعها مكانها، هي نزلت بالظبط في مكانها. تمام، طيب ديليت. او بص، انت لما نزلتها مالكش اختيار ان انت تفجرها، بس ليك اختيار ان انت تعمل ايه، تخفي ليارات معينه. تمام، بس مش ان انا ادخل اغير في الشكل. طب لو انا عايز اغير في الشكل، خلينا نلغي الشكل دوت لوحه الاوتوكاد، ونحط ونعمل لها ادراج في ليجند. ايه ليجند دي؟ ليجند دي تبقى فيها التفاصيل اللي مثلا عايز اقول له مثلا ان الشكل ده لما تلاقيه في اللوحه يبقى معناه كذا. تمام، انا هقول له انسيرت بدل لينك كات، هقول له امبورت كات، وهنزل نفس اللوحه. تمام، هي مش 3 دي بس انا الاسم كده. دي هنا بقى مش فارقه معايا اورجنت اورجن ولا ايه. هنا هقول له انا عايز كل الليارات اوبن، ظهرت معايا هيت. تمام، لما اعمل سيلكت بيظهر لي بيقول لي انت عايز تعمل اكسبلود ولا لا. لو عملت اكسبلود من حقك ان انت تعدل في بعض الحاجات، تعدل في الكتابات، تعدل في تلغي حاجة، تحرك حاجة من مكانها. تمام، انا خلاص الشكل بقى اصبح معاك في الريفت، اصبح الملف اللي هناك ملوش علاقة بالملف اللي هنا، واصبح انت بتعدل الحاجات اللي تناسبك في الريفت. تمام، فده امر اكسبلود. تمام، بتلاقي ان انت بتحدد عنصر وتحركه زي ما انت عايز. حتى الكتابات من حقك ان انت تكتب اللي انت عايزه. طبعا كل واحد يكتب اسمه. دي الاوضه بتاعتي، عمر سليم روم. تمام، طيب بفرض ان انا عملت المشروع وجاهز ان انا اصدره. تمام، المفروض ان انا بحطه في الشتات. تمام، واحنا شرحنا في فيديوهات لكل حاجه. بص، كل حاجه في المشروع لها فيديوهات، انت ممكن تسمع الفيديوهات وتطبق في اي مشروع، واي مشكله تواجهك قول لنا عليها ونبدا نحلها مع بعض ونفكر فيها مع بعض. تمام، لو لها حل ممكن انت توصل لها قبليه انا اوصل ليها، نبدا نفكر مع بعض. ورشه عمل نبدا نفكر مع بعض. معكش اي مشروع خالص، تعمل التلاته ديت. انت كده افتح افتح الملف دوت اوبن، ادخل على المسار دوت سيمبلز، هتلاقي فيه دي مشاريع معماري، مشاريع كهروميكانيكال، استراكشر ار اس تي يبقى استراكشر، ار في تي اللي هو الامتداد ده يبقى ايه، ملف ريفيت، ار اف اي ده ملف فاميلي، فاميلي يعني بلوك. تمام، بس بتبقى اذكى واقوى في الريفيت. طيب انا دلوقتي الملف دوت عايز ابدا اصدره اوتوكاد، يعني انا دلوقتي عندي المشروع عايز اصدره اوتوكاد عشان ابدا انا ارسمه بنفسي او عشان ابعته للعميل. تمام، هاجي هنا واقول له اكسبورت كاد، انا هصدره دي دبليو جي او دي اكس اف او دي جي ان. طبعا الاسهل دي دبليو جي. الدي اكس اف دي على اساس تبادل بين برامج، هيئه مشتركه. تمام، طيب انا هنا بقول له صدر لي اللوحه دي بس. تمام، ممكن اقول له نيكست وابدا صدر، ممكن اقول له لا انا عايز ممكن دي اصدر دي حاجات احنا كنا شفتها قبل كده انسيشن. وهنا اقول له انا عايز كل الفيوهات اللي في الموديل، كل الفيوهات اعملها تشيك اول كده. انا كل الملفات دي احولها لملف اوتوكاد وابدا اشتغل عليها.
تمام. طيب في اي مشكله ممكن اقول له انا عايز كل الشيتات بس هي اللي تتبع، او اقول له كل الشيتات وكل الفيوهات وكل حاجه عندك صدرها. هتلاقي هنا ال3 دي، هتلاقي حاجات الديتيل، هتلاقي حاجات الاليفيشن، كل حاجه تمام. تاني الموضوع دوت على اساس ابعت للعميل الشغل بتاعه اوتوكاد لان هو ما عندوش، او عشان انا شخصيا عايز اتدرب ومش معايا ملف ريفيت، او جيت انزل لقيت النت بطيء او اي حاجه من يعني من اللي هي بتعطل الواحد. لا انت ممكن تفتح الملفات اللي موجوده عندك في ملفات سيمبل وتشتغل عليها، افتح الملف وصدره اوتوكاد، وابدا حول الاوتوكاد دي للريفيت في ملف تمبليت، هنشوف ازاي دلوقتي، واشتغل عليه عادي تمام. اقول له ايه، انا عايز اظبط خصائص الليرات، هدخل هنا دي خصائص الليرات، يعني بقول له اللير الاير تيرمينال هتخرج على اللير اسمها كذا بلون كذا، مش عاجبك اللون ابدا غير اللون لنفس الالوان دي موجوده في الاوتوكاد، كان واحد باحمر، الاثنين باصفر، ثلاثه باخضر، يعني كان ليها ترتيب معين، فانت ممكن تشوفها في جدول الاوتوكاد تعرف كل الالوان دي. مثلا عايز اللون بتاعه كذا. طيب اللاين ممكن تكون انت مثلا هو بيقول لك السوليد هيخرج سوليد، عايز تغير غير. نفس الكلام للباترن، الاسم دوت هيخرج زي الاوتوكاد بالظبط، نفس الحاجات لو عايز تغير. تكست اهم حاجه بالنسبه لي جنرال، انا عايز اصدره 2007 تمام. ليه؟ لان انت ممكن يكون الراجل اللي عنده اوتوكاد 2007 فما يقدرش يشتغل، عارف ان الراجل عنده اوتوكاد 2000 صدره له 2000 تمام. خلاص كده الموضوع انا سريعا، بس هو الموضوع شرح كذا مره بالتفصيل، وانا بس بركز ان ازاي الواحد يشتغل في الورشه بدون اي مشاكل وبدون اي تعطيل. بقول له نيكست تمام، بيقول لي انت هتصدر فين، اقول له صدر لي الحاجات اهيت، بقول له الامتداد سواء مثلا عايزه لونج او شورت، بيلغي المسار هنا في اللونج، بيبدا يكتب لي اسم المشروع الاول قبل ما يبدا يكتب الحاجات هنا. هنا بيقول له اكسبورت فيو اند اون شيت، يعني لو انا عندي شيت حاطط فيه كذا فيو هيبدا يخرج لي الفيوهات في ملف اوتوكاد ويسحبها لي على الشيت. انا ما بحبش الاختيار دوت، بس هو موجود لو حد عايزه. يعني انا عندي شيت فيه كذا فيو، بيبدا يصدر لي الفيو دوت في لوحه لوحديها، وكل فيو محطوط في لوحه اوتوكاد ومسحوب على الشيت. يعني لو انا عندي شيت فيه 3 فيوهات هيبقى عندي 4 لوح اوتوكاد تمام. بشيل الاختيار ده واقول له اوكي كده خلاص، صدر اللوحه وابدا اشتغل عليها عادي تمام. طيب انا عندي الملف دوت وعايز اعمله تمبليت. يعني ايه تمبليت؟ يعني ملف فاضي تمام، ما فيهوش حاجه غير الاعدادات، يعني في مثلا الاليفيشن فاضيه تمام، في مثلا دور اول وتاني ما فيهوش حيطان، بس في لو انا قلت له عايز ارسم حيطه بتلاقي هنا بعض الحوائط موجوده اهي تمام. انا عايز مش عايز كل مره ادخل اظبط الحيطان، لا انا ظبطت الحيطان مره واحده ابدا اشتغل بيها. طيب جميل قوي، ازاي على الموضوع دوت؟ بسيطه جدا، الغي كل حاجه موجوده هنا، يعني ديليت تمام، الا الحاجه اللي انا عايزها. يعني انت هنا عايز ايه؟ عايز مثلا الاليفيشن، هقول له فلتر فين الاليفيشن، الاليفيشن بس اللي انا عايزها، والغي كل حاجه انت مش عايزها تمام. خش على 3 دي، الغي الغي الغي، خلي بس الاعدادات الموجوده، يعني انواع الحيطان موجوده، لو لغيت كل الحيطان الاعدادات بتاعت الحيطان لسه موجوده، انواع الحيطان لسه موجوده ماشي. هتلغي ده كله من ال 3 دي ومن الفيوهات ومن الحاجات دي كلها، وتخلي بس اللي انت عايزه، واقول له سيف از تمبليت، هتلاقي التمبليت بتاعه ار تي اي. فانا كده سيفت تمبليت ابدا اشتغل عليه. لما اجي افتح التمبليت هاجي هنا اقول له انا عايز نيو بروجكت، اختار التمبليت، لو مش موجود هنا بقول له براوس واشوف التمبليت اللي انا عايزه تمام، واقول له اوبن، واما افتحه بروجكت مشروع واشتغل عليه، لا اما بروجكت تمبليت، لا اما بروجكت تمبليت من حق ان انا اعدل عليه وسيفه تاني تمام. اظن كده الموضوع بقى سهل، ان انا اقدر اصدر من الريفت الاوتوكاد، او ان انا ادخل الاوتوكاد في قلب الريفت، او ان انا اعمل تمبليت، او ان انا اشتغل على التمبليت. ان شاء الله الناس تبدا تشتغل، ولو في اي مشكله وحاول تتخيل اي مشروع، ممكن تفتح مشروع من عندك في الشركه بتاعتك، تخيل بيتك ما تقفش. يعني لو انت عايز مشروع معين ممكن الزمك بمشروع، بس انت اتخيل اي مشروع وانا معاك. في ناس عملت مسجد، مسجد مثلا هتبني وانا متطوع ان انا اعمل لكم المسجد، في ناس عملت مستشفى، في ناس عايزه، يعني اللي انت عايز تعمله اعمله تمام. المهم يعني ان شاء الله
يجي فايدة وربنا يتقبل إن شاء الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.